معنا من غازي أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي. أهلا بك دكتور يوسف معي على سكاي نيوز عربية. دكتور يوسف، هذا مشهد معقد لكنه أيضا البعض يقول أنه طبيعي أن يكون معقدا في البداية. أين ترى توقفنا في هذه اللحظة بعد انتخاب رئيس مجلس وزراء جديد في ليبيا؟ بسم الله، أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. نحن اليوم حقيقة أمام مشهد حقيقة هو ليس بالسهل، هو مشهد معقد في الأساس، لأن هناك حقيقة التعنت اللي نحظى فيه الآن من السيد دبيبة بتعنته حول السلطة وعدم تسليمه للسلطة، هذا يشكل إنذار خطير حقيقة في المسألة السياسية بشكل أساسي، لأن الآن نحن أمام عقاب، يعني صراع حقيقة الآن بعد خروج دبيبة وإعلان الإعلام أمس البارحة على موضوع أنه هو سوف لن يسلم السلطة وسوف يتنازل عن السلطة، وأن هذه الحكومة جت وفق طبعا تزوير، وهذا طبعا كلها مؤشرات خطيرة حقيقة ناهيك الوضع الأمني والأوضاع اللي هي الآن متوترة حقيقة، ولاحظوا فيها نحن ونشوفوا أن الأيام القليلة القادمة سوف تبين هذا المشهد أين سوف يصل، لأن حقيقة الآن الخطوات اللي قام بها مجلس النواب طبعا أكيد هي حكومة دبيبة طبعا فشلت ذريع في إدارة المرحلة، وكذلك حكومة فساد مالي بالأساس، ولكن هناك طبعا مسألة تواجه السيد فتحي باشاغة هي عملية حقيقة المصرف المركزي والتمويل، وهذه الحكومة سوف من أين تعمل، خصوصا الآن نحن نعرف أن دبيبة ما زال موجود في طرابلس، ونحن نتوقع حتى في صدام لا قدر الله الذي حول خلال العمل السيد فتحي باشاغة من طرابلس، ولكن الآن إذا ذهب السيد فتحي باشاغة إلى سرت وعمل دبيبة على العمل من طرابلس، حقيقة هذا سوف يبشر بالمربع الأول هو الانقسام لا قدر الله، لأن الآن كل الاحتمالات واردة، لأن الوضع ضبابي ومعقد. أمام هذا الوضع الضبابي طبعا الجميع يعرف هناك داعمين دوليين لسيد دبيبة كانوا على خط الأزمة في السنوات الماضية، هل ممكن أن يتم إقناعهم بناء على المصالحة الشاملة بأن ينصح السيد دبيبة بالخروج من المشهد؟ أنا في اعتقادي الشخصي أن دبيبة في الحقيقة دبيبة سوف يصر على بقائه، والمجتمع الدولي الان ما فيش موقف واضح، احنا لاحظنا الاغلبيه العظمى مع دبيبة باش نقد الامور واضحه، وهذا قلتها مرارا وتكرارا على قناتك المكرمه في السابق، كلها الان تدعم دبيبة بطريقه واضحه حقيقه، انت لما تم تكليف امس التصويت على السيد فتحي باشاغة ما فيناش ترحيب الا من مصر، بس ترحيب بالسيد فتحي، اما باقي الدول كلها تترقب، لان الان في دول انت تعرف في دول مصالحها مع دبيبة بشكل اساسي، وكذلك بالنسبه لاي حكومه جديده تريد مصادر تمويل، مصادر التمويل المشكله هنا ليست في يد السيد فتحي باشاغة، هي في يد السيد سيد الكبير، والسيد الكبير طبعا المدعوم معروف من بريطانيا ومتحالف مع دبيبة، لا يمكن ان تكون في حكومه وتشتغل على قدم كبير من الدعم في ظل عدم وجود مالي، دعم مالي، هذه المشكله الان سوف تواجه سيد فتحي باشاغة، هي المشكله الماليه، نحن ندعم حكومه جديده، نريد طبعا استقرار وامن، ولكن هناك تحديات حقيقه امنيه، عليك حتى تحديات امنيه كبيره جدا، عمليه التهريب من الميليشيات المسلحه تحديات حتواجه حتى الحكومه الجديده هي نزع السلاح ودمج هذه الميليشيات المسلحه وكذلك اخراج المرتزقه، هذه كلها تحديات الان تواجه الحكومه، نحن نفرح بان في حكومه جديده، ولكن ما بعد حكومه جديده هي حقيقه امر تحدي، حيكون صعب، ليس بالامر السهل. دكتور، البعض طرح فكره انه لماذا لم يكمل السيد دبيبة الفتره هذه الانتقاليه لحين الانتخابات، الاتفاق على انتخابات قادمة رئاسية أو حتى نيابية وما شابه، لماذا تغيير الحكومة، وأيضا أي الرجلين سيهيئ لفترة أفضل؟ طبعا في الحقيقة هو السيد دبيبة طبعا أهدر المال العام وسبب الفشل في إدارة المرحلة السابقة، ولكن رغم أن في وزراء وطنيين ليست الحكومة كلها فاسدة، هناك وزراء وطنيين قاموا بشغل كبير على عدة مستويات، ولكن المسألة تكمن في الحقيقة أن مجلس النواب كان المفروض يعمل على دعم الانتخابات 2012، لو دخلنا في مرحلة انتخابات ما كناش نستحقوا حكومة جديدة، ولكن بعد فشل مسألة الانتخابات لجأ مجلس النواب توافقات الأطراف المحلية على تشكيل حكومة، لأن حكومة دبيبة حقيقة هي توغلت توغل كبير وأهدرت الأموال وسبب الفساد اللي نحن فيه الآن، ولكن طبعا الأقرب، أنا أشوف الأقرب إذا كان تم التنازل
السيد دبيبه، وهذا نشوفه فيه صعب جدا، خصوصا لاننا نعم. نلاحظ فيه ان لا قدر الله ان سوف يكون هناك انقسام في ظل الفوضى اللي نلاحظه فيه الان. فاذا سلم دبيبه بالعكس حكومه فتح بشار سوف تقود المرحله القادمه، ولكن ليست 14 شهر كيف ما يدعون، سوف طيب. تطول المده، لان الاستحقاقات اللي هو حتى التعديل الاعلامي للدستور المعدل امس هذا ياخذ وقت طويل جدا يعني. شكرا لك من بنغازي استاذ العلوم السياسيه الدكتور يوسف الفارسي، شكرا جزيلا لك.